في الحقيقة مهرجان العالمين في دورته الثانية هذا العام بيشهد أكثر من 100 فعالية متنوعة ما بين باقات فنية مميزة الحقيقة بتجسد فنون مصر وتراثها الأصيل، وده على مدار 6 أسابيع. الأسبوع السادس والأخير تحديداً هيشمل عروض فنية مختلفة، وده في الفترة من 18 ل 22 أغسطس. هتشارك فيها مجموعة من الفرق الفنية المختلفة اللي جاية من مختلف المحافظات المصرية. آخر العروض ومسك الختام حفلة هتقدمه فرقة بي باند، وهي فرقة لآلات النفخ النحاسية. الحفلة دي هتكون يوم 28 أغسطس. على العموم هنعرف تفاصيل أكتر عن الحفلة وإيه اللي بتقدمه في المهرجان الفرقة دي من خلال اتصال هاتفي مع هادي النبهاني مدير فرقة بي باند. برحب بيك. أهلا بحضرتك. برحب بيك، وعايز أسألك عن مشاركتكم في مهرجان العالمين السنة دي، هل دي هي أول مشاركة ولا الفرقة شاركت قبل كده السنة اللي فاتت في الدورة الأولى؟ هو من حظنا أول مرة، مش لحقناش المرة الأولى للأسف، لكن دي أول مرة إحنا نشارك فيها، بس الموضوع عظيم جدا وإحنا متحمسين جدا من دلوقتي بصراحة. مقدمين حاجات في مفاجآت كتيرة إن شاء الله هتتعمل، بس إحنا متحمسين جدا. هادي، عايز أعرف تفاصيل أكتر عن الفرقة الخاصة بيكو، يعني إحنا قلنا إنها فرقة لآلات النفخ، إيه هي الآلات اللي موجودة في الفرقة وعدد الفرقة كام وإمتى بدأتوا كفرقة؟ طيب، هو البنك هو عموما آلات نفخ نحاسية، يعني مش نشرية، آلات نفخ نحاسية، وفي آلات قطاعية. احنا مارشنج باند زي حصب الله كده بتوع زمان، بس احنا مودرن، حاجه جديده كده. بنعزف حاجات غربي، بنعزف حاجات جاز، حاجات شرقي، بس بالطبع بتوعنا احنا يعني الشكل اللي هو يعني الالات الجاز والحاجات دي. فبيبقى في توزيع مختص لينا احنا، بنقدر احنا نقدمه للناس، فالحمد لله هو عاجب الناس وفرحانين بيه وبنعمل حاجات جديده. احنا بقى لنا خمس سنين موجودين الحمد لله، شاركنا في اكثر من مهرجان، كان اخرهم مهرجان الطبول الدولي. وكان في حاجات طبعا ده اللي بيقام في القلعه عندنا في مصر بالظبط، كان في القلعه وفي كذا مكان وفي شارع المعز، وكان قبلها كان في مهرجان الزهره بعمان. دي اول مره احنا نشارك فيها هنا في مهرجان العالمين، وطبعا هو شرف عظيم لينا ان احنا نكون متواجدين او اسمنا يكون متواجد في وسط الاسامي الكبيره اللي موجوده في المهرجان، اذا كانوا فرق او فنانين فرديين. شايفين ازاي مشاركتكم في المهرجان؟ يعني احنا شايفين حضور من فرق مختلفه، مش الفرقه الخاصه بيكم بس، كمان شايفين حفلات وانشطه كتير بتقام على مدار ايام المهرجان المختلفه. شايف ازاي المشاركه واهميتها؟ هو اي فنان موجود في مصر او خارج مصر هو يتمنى ان هو يشارك في المهرجان ده، لان حضرتك بيجي لك الناس كل الفئات العمريه، كل الثقافات اللي موجوده في الساحل، مش ناس واو بس او اي كلاس بس، لا، في ناس جايين للفن فقط. فهو الموضوع فيه مزيج بين الموسيقى الراب وبين الموسيقى الكلاسيك وبين الحاجات اللي هي القديمه التسعينات الجميله وعظيمه، وفي حاجات بين الالفينات اللي هو الفنانين اللي معروفين حاليا والناس بتتابعهم كتير، غير بقى الفرق اللي هي متواجده زينا زي مارشنج باند، زي طبعا بابليك سيكس، زي الناس المتواجدين الجمال جدا الموجودين النهارده. فده المزيج بين الثقافات بس. طيب، ايه الحاجات اللي ناويين تقدموها، القطع الموسيقيه اللي ناويين تقدموها للجمهور في مهرجان العالمين؟ طيب، هو احنا في حاجات متعارف عليها انا هقولها، بس المفاجات مش هقولها. ماشي، يعني خلينا في المتعارف عليه، او ايه الحاجات يمكن اللي مشهورين انتوا بتعزفوها دايما، وخلي المفاجات نعرفها يوم الحفل. طيب، احنا كمصريين الحاجات الشرقي اللي احنا بنقدر نعزفها، في التوبه طبعا، في عبد الحليم، في مثل احمد عدويه، حاجات شعبي بس لطيف شيك. ده بالنسبه للحاجات المصريه. بالنسبه للحاجات بقى الغربي، في كلاود ماين، في تشارلز، في كرافان، في بيرهابس سوي، في حاجات كتير، يعني مش عايز انسى حاجه، بس في حاجات كتير يعني. اللي انا اوعدكم بيه احنا ان شاء الله تتبسطوا جدا، واحنا متحمسين ان احنا نشوف الناس كلها وتيجي وتشجعنا وتدعمنا طبعا. طيب، انتوا بتختاروا او انت بتختار ازاي المواهب الموجوده في الفرقه؟ يعني في اختبارات ازاي ممكن لو حد عايز ينضم للفرقه بتاعتكم ده ممكن يتم ازاي؟ هو مش دايما بتبقى اختبارات، على قد اللي هو يعني معايا ناس كونسبتوار، ومعايا ناس تربيه موسيقيه، وفي ناس تربيه نوعيه،
فوارد ان انا يكون معايا صديقي بيذاكر معايا في الكليه فانا شايفه شاطر، فايه رايك لو كده تيجي تتدرب معانا في البند واكلم استاذ هادي ويشوفك فبنقدر اللي هو ممكن ينضم للمكان من الموقف ده. في حد تاني اللي هو يفضل يتابعنا ويفضل ورانا في الحفلات لحد ما يجي يكلمنا بنفسه اللي هو عايز يبقى معانا، فبنبتدي نشوف هو شغله عامل ازاي، بنشوف هو بيعزف ازاي كموهبه، ولو يناسب معانا طبعا يشرفنا. ومش عمر يعني مش عمر معين، احنا معانا من اول اطفال لحد شباب كبار يعني. هادي بس ايوه بنتمنى لكم التوفيق الحقيقه، ومستنيين الحفله اللي هتكون يمكن في اخر اسبوع في مهرجان العالمين بالتوفيق، وهنستنى نعرف المفاجآت في وقتها. بشكرك شكرا جزيلا هادي النبهاني مدير فرقه بيب باند.